بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع. الكتاب. عبد الكريم تلميذ صغير السن. عبد مبتدأ مضاف، الكريم مضاف إليه، تلميذ خبر المبتدأ، صغير نعت مضاف، السن مضاف إليه، وهو ولد مؤدب جدا. وحرف عطف هو مبتدأ ولد خبر المبتدأ، مؤدب نعت جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير أجد جدا. يحب الكتاب حبا شديدا، يذهب إليه باكرا ولا يتأخر عن الدرس أبدا. يحب فعل وفاعل، الكتاب مفعول به، حبا مفعول مطلق، شديدا نعت. يذهب فعل وفاعل، إليه جار ومجرور متعلق بالفعل يذهب. باكرا ظرف زمان بالفعل يذهب، وحرف عطف لا حرف نفي. يتأخر فعل وفاعل، عن الدرس جار ومجرور متعلقان بالفعل يتأخر، أبدا ظرف زمان بالفعل يتأخر. وجملة يحب ويذهب في محل رفع خبر المبتدأ، وتقول وهو ولد مؤدب جدا، ولد خبر أول، يحب خبر ثاني، يذهب خبر ثالث. وهو مجتهد في دروسه كثيرا ولا يلعب إلا في الوقت المعين للعب. وحرف عطف هو مبتدأ مجتهد خبر، في دروس جار ومجرور متعلقان بمجتهد، دروس مضاف هي مضاف إليه، كثيرا نائب مفعول مطلق. التقدير اجتهادا كثيرا. وحرف عطف لا حرف نفي. يلعب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر، تقديره هو، إلا حرف استثناء ملغا، في الوقت جار ومجرور متعلق بالفعل يلعب. المعين نعت، للعب جار ومجرور متعلق بالمعين. ولذلك يحبه معلمه وأبواه وأقاربه وكل من يعرفه. وحرف عطف لحرف الجر، ذلك اسم إشارة مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل يحب. يحب فعل مضارع هو مفعول به، معلم فاعل يحب، مضاف هو مضاف إليه. وحرف عطف أبوى معطوف على معلم مرفوعا، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وحذفت النون للإضافة. أبوى مضاف هو مضاف إليه. وحرف عطف أقاربه معطوف على أبواه، وحرف عطف كل معطوف على أقاربه، وهو مضاف من، اسم مفصول بمعنى الذي، في محل جر مضاف إليه. يعرف فعل وفاعل هو مفعول به، وجملة يعرف صلة الموصول، والعائد على الاسم الموصول ضمير مستتر، وهو هو في يعرف. الفصل الذي يتعلم فيه عبد الكريم حجرة غير كبيرة، يوجد فيها مقاعد للتلامذة ومكتب وكرسي للمعلم. الفصل مبتدأ، الذي اسم مفصول مبني على السكون في محل رفع نعت للفصل. يتعلم فعل مضارع فيه جار ومجرور متعلق بالفعل يتعلم، عبد الكريم فاعل يتعلم، وجملة يتعلم صلة الموصول، والعائد على الاسم الموصول ضمير متصل، وهو الهاء في فيه. حجرة خبر أول، غير نعت مضاف، كبيرة مضاف إليه. يوجد فعل مضارع مبني للمجهول، وهو خبر ثاني. أو تقول حجرة منعت غير كبيرة نعت أول، يوجد نعت ثاني، فيها جار ومجرور متعلق بالفعل يوجد. مقاعد نائب فاعل، وهو لا ينون لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له الجمع. للتلامذة جار ومجرور متعلق بالفعل يوجد. وحرف عطف مكتب معطوف على مقاعد، وحرف عطف كرسي معطوف على مكتب. للمعلم جار ومجرور متعلق بالفعل يوجد. ترى أمام المقاعد لوح الطباشير، وفي الجدار ساعة وتقويما وخرائط وعدة رسوم. ترى فعل وفاعل، أمام ظرف مكان مضاف، المقاعد مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل ترى. لوح مفعول به لترى، مضاف الطباشير مضاف إليه. وحرف عطف في الجدار،
جار ومجرور متعلق بالفعل ترى ساعة مفعول به وحرف عطف تقويما معطوف على ساعة وحرف عطف خرائط معطوف على تقويما وهو لا ينون لأنه ممنوع من الصرف والمانع له الجمع وحرف عطف عدة معطوف على خرائط مضاف رسوم مضاف إليه في هذه الصورة نرى عبد الكريم ورفقاءه جالسين على المقاعد في هذه جار ومجرور متعلقان بالفعل نرى الصورة نعت نرى فعل وفاعل عبد مفعول به مضاف الكريم مضاف إليه وحرف عطف رفقاءه معطوف على عبد الكريم جالسين حال منصوبة وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وصاحب الحال هنا رفقاءه على المقاعد جار ومجرور متعلق بجالسين والمعلم واقف أمامهم وحرف عطف المعلم مبتدأ واقف خبر المبتدأ أمام ظرف مكان مضاف هم مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بواقف وهم يتلقون الآن منه درس الحساب وواو الحالية هم ضمير منفصل مبتدأ يتلقون فعل مضارع خبر المبتدأ والواو فاعل الآن ظرف زمان بيتلقون منه جار ومجرور متعلق بالفعل يتلقون درس مفعول به ليتلقون درس مضاف الحساب مضاف إليه وجملتهم يتلقون الآن منه درس الحساب في محل نصب حال انظر كيف يستمعون لمعلمهم برغبة شديدة. انظر فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. أو تقول كيف مفعول مطلق. المعنى في هذه الجملة انظر أي استماع يستمعون لمعلمهم برغبة شديدة. يستمعون فعل والواو فاعل لمعلم جار ومجرور متعلق بالفعل يستمعون معلم مضاف هم مضاف إليه برغبة جار ومجرور متعلق بالفعل يستمعون شديدة نعت لرغبة مرة أعطاهم المعلم مسألة صعبة من الحساب مرة ظرف زمان أعطى فعل هم مفعول به أول المعلم فاعل أعطى مسألة مفعول به ثان صعبة نعت من الحساب جار ومجرور متعلق بالفعل أعطى أو تقول صعبة نعت أول من الحساب جار ومجرور متعلق بنعت محذوف وهو نعت ثان التقدير مسألة صعبة كائنة من الحساب ووعد الفائز بجائزة وحرف عطف وعد فعل وفاعل الفائز مفعول به بجائزة جار ومجرور متعلقان بوعد وعين يوم الامتحان وحرف عطف عين فعل وفاعل يوم ظرف زمان مضاف الامتحان مضاف إليه فأما عبد الكريم فلم يضيع وقته سدى بل صرفه إلى حل المسألة فحرف عطف أما حرف شرط عبد مبتدأ مضاف الكريم مضاف إليه الفاء حرف واقع في جواب الشرط لم حرف الجزم يضيع فعل مضارع مجزوم بلم وهو خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ وخبره في محل الجزم جواب الشرط وقت مفعول به مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه سدى حال منصوبة بالفتحة الظاهرة وصاحب الحال هنا وقته بل حرف عطف صرف فعل وفاعل هو مفعول به إلى حل جار ومجرور متعلق بالفعل صرف حل مضاف المسألة مضاف إليه وأما بقية الأولاد فلم يجتهدوا مثل عبد الكريم بل صرفوا أكثر أوقاتهم إلى اللعب وحرف عطف أما حرف شرط بقية مبتدأ مضاف الأولاد مضاف إليه الفاء حرف واقع في جواب الشرط لم حرف الجزم يجتهد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون وهو خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ وخبره في محل جزم جواب الشرط والنحاة يقدرون المعنى على أنه مهما يكون من شيء فبقية الأولاد لم يجتهدوا مثل عبد الكريم مثل ظرف مكان
أو نعت لمصدر محذوف والتقدير فلم يجتهدوا اجتهادا مثل عبد الكريم، مثل مضاف عبد مضاف إليه، عبد مضاف الكريم مضاف إليه، بل حرف عطف صرفه فعل والواو فاعل، أكثر نائب مفعول مطلق، التقدير صرفوا صرفا أكثر أوقاتهم إلى اللعب، أكثر مضاف أوقات مضاف إليه، أوقات مضاف هم مضاف إليه، إلى اللعب جار ومجرور متعلق بالفعل صرفوا. فلما جاء وقت الامتحان لم يقدر أحد على شرح المسألة مثل عبد الكريم، فحرف عطف. لما ظرف زمان مضاف يتضمن معنى الشرط وهو متعلق بالفعل يقدر، جاء فعل ماض وهو في محل جر مضاف إليه، وقت فاعل جاء مضاف الامتحان مضاف إليه، لم حرف جزم يقدر فعل مضارع مجزوم بلم، أحد فاعل على شرح جار ومجرور متعلق بالفعل يقدر، شرح مضاف المسألة مضاف إليه، مثل ظرف مكان أو نعت لمصدر محذوف، التقدير لم يقدر أحد على شرح المسألة قدرة مثل عبد الكريم، مثل مضاف عبد مضاف إليه، عبد مضاف الكريم مضاف إليه، فاستحسن المعلم سيرة عبد الكريم ومدحه وأعطاه الجائزة، فحرف عطف استحسن فعل المعلم فاعل سيرة مفعول به مضاف عبد مضاف إليه، عبد مضاف الكريم مضاف إليه، وحرف عطف مدح فعل وفاعل هو مفعول به، وحرف عطف أعطى فعل وفاعل هو مفعول به أول الجائزة مفعول به ثاني. فلما جاء عبد الكريم بالجائزة إلى بيته سر به أبواه كثيرا، واشترى له أبوه دراجة صغيرة، وهكذا نال عبد الكريم جائزتين. فحرف عطف لما ظرف زمان مضاف يتضمن معنى الشرط وهو متعلق بالفعل سر، جاء فعل ماض في محل جر مضاف إليه، عبد فاعل مضاف الكريم مضاف إليه، بالجائزة جار ومجرور متعلق بالفعل جاء، إلى بيت جار ومجرور متعلق بالفعل جاء، بيت مضاف هي مضاف إليه، سر فعل ماض مبني للمجهول به جار ومجرور متعلق بالفعل سر، أبو نائب فاعل مرفوع وعلامات رفعه الألف وحذفت النون للإضافة، أبو مضاف هو مضاف إليه، كثيرا نائب مفعول مطلق، التقدير سر به أبواه سرورا كثيرا، وحرف عطف اشترى فعل له جار ومجرور متعلق بالفعل اشترى، أبو فاعل اشترى مرفوع وعلامات رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، أبو مضاف هو مضاف إليه، دراجة مفعول به لاشترى، صغيرة نعت، وحرف عطف ها حرف التنبيه، كحرف الجر للتشبيه، ذا اسم إشارة مجرور، والجار والمجرور متعلق بمفعول مطلق، تقديره هكذا نال عبد الكريم جائزتين نيلا، نال فعل عبد فاعل مضاف الكريم مضاف إليه، جائزتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، والله أعلم بالصواب.